بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الأعزاء، مرحبا بكم لقناتكم للرياضيات. إذا اليوم أجيب لكم نقطة جد مهمة، وهي عن كيفية إنشاء زاوية بمعرفة إحدى نسبها المثلثية. وهذا الطلب يعني جاء طلب من إحدى المشتركات، نحييها وهي رمزت لي اسمها بدرو مياش، نحييها عبر القناة، هي مشتركة دائمة، نحييها ونتمنى لها كل التوفيق، كما أحيي جميع مشتركي القناة والغير مشتركين القناة اللي جاوا يزورونا اليوم. مرحبا بكم جميعا، من أجل العلم، من أجل الاستفادة. إذا لكي نوري لكم كيفية إنشاء زاوية بمعرفة إحدى نسبها المثلثية، عفوا يعني سواء الكوسينوس أو السينوس أو التونجنت، هذه هي النسب المثلثية. إذا جبته لكم على شكل تمرين. إذا يقول التمرين: أنشئ دون استعمال منقلة الزاوية ألفا، حيث جيب تمام هذه الزاوية كوسينوس ألفا يساوي 2/5. تحقق بالآلة الحاسبة وبالمنقلة. لاحظوا معي، إذا نبدأ الحل على بركة الله. إذا جبتها لكم على شكل خطوات. قبل ما ندخل في الخطوات راح نذكركم ما معنى جبت تمام الزاوية. جيب تمام الزاوية هي بالتعريف هو الضلع، طول الضلع المجاور على الوتر، ويساوي هنا في هذه الحالة مدوه لنا هي 2/5. إذا ماذا يمثل العدد 2 وماذا يمثل العدد 5؟ إذا العدد 2 يمثل المجاور، طول الضلع المجاور، والعدد 5 يمثل الطول الوتر اللي هو 5. ولكن لاحظوا هنا ما عدناش الوحدة، كتبت بين قوسين الوحدة. إذا كي نجو ننشأ هذه الأضلاع، إذا تدوا أي وحدة تحبوها، المهم أن تكون نفس الوحدة. إذا مثلا إذا ديت الوحدة 2 سنتيمتر، في المجاور نديها 2 سنتيمتر، في الوتر 2 سنتيمتر. هذه فقط تذكرة. إذا نبدأ على بركة الله في الخطوات. إذا نتابع. إذا لإنشاء الزاوية ألفا اللي سميتها ألفا نتبع الخطوات التالية. أول خطوة راح ننشئ زاوية قائمة رأسها أ بدون أقياس. إذا راح نتبع خطوة بخطوة. إذا أول شيء راح نعين زاوية قائمة رأسها أ بدون أقياس. انتبهوا معايا، إذا هنا بدون أقياس نرسمها كما نحب، الطول اللي نحبه. إذا رسمت هنا خط، راح نرسم الخطوة الثانية، نرسم زاوية قائمة هكذا، أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا نرسم، نتابع. إذا بعد ما رسمت زاوية رأسها أ يعني قائمة، نشأت هذه الزاوية بضلعي القائمين، يعني يسمين هذه الضلعين، هذوما الضلعين القائمين للزاوية. هذه أول خطوة. نقرأ الخطوات، نعود للخطوات. ثانيا واش تقول الخطوات؟ الخطوة الثانية لاحظوا معايا، تعيين على أحد ضلعيها نقطة ب، حيث تكون أ ب تساوي 2 سنتيمتر. هنا لاحظت لماذا ديت 2 سنتيمتر، حبيت نرسم المجاور. لاحظوا معايا، هنا عندنا المجاور يساوي 2 سنتيمتر. إذا واش راح ندير؟ بالمسطرة راح أعين 2 سنتيمتر على أحد ضلعي المجاور، على أحد ضلعي هذا ضلعي الزاوية القائمة هذه. إذا أين تقع 2 سنتيمتر؟ تقع لاحظون على المسطرة على الشاشة هنا. إذا النقطة ب هنا تاعي هنا، ثم نكتب ب، نتابع. إذا الخطوة الثالثة نرسم دائرة مركزها ب، يعني النقطة اللي عينتها من قبل، ونصف قطرها 5 سنتيمتر. هنا تلاحظوا بلي حبيت ننشأ الوتر. إذا نجبد مسطرة، نجبد المدور تاعي. إذا مسمار المدور راح يكون على الصفر هكذا، والقلم راح يكون على 5 سنتيمتر هكذا. ثم واش راح ندير؟ نرسم دائرة، لاحظوا معايا، مركزها ب ونصف قطرها 5 سنتيمتر فقط. انتبهوا معايا هكذا، يعني
هو في الحق قوس فقط يتقاطع، يعني لا داعي لدائرة كاملة، فقط قوس حيث يتقاطع مع الضلع الآخر. ثم تقاطع هذا القوس مع الضلع الآخر، الضلع القائم، يعطي لنا النقطة سميتها مثلا سي. هنا واش راني درت؟ درت الوتر، انشأت الوتر. لاحظوا معايا، أصل بين النقطتين بي وسي. بعدما أصلت بين وصلت بين النقطة بي وسي، ما ننساوش نكتب هنا خمسة. طبعا ا بي هي 2. الآن حنا خديت سنتيمتر، ممكن نكتب 5 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. الآن واش عينت؟ إذا أين هي الزاوية التي المجاور تاعها هو 2 والوتر تاعها 5 سنتيمتر؟ إذا ما هي هذه الزاوية؟ نلاحظ أن هذه هي الزاوية، الزاوية ب هي اللي تحقق هذا الشرط. الزاوية إذا كوسينوس ب هو المجاور اللي هو AB على CB، يعني المجاور على الوتر، وبالتالي أنشأت الزاوية ب. في الأخير قلت في الخطوات نتحصل على زاوية كوس ABC. لاحظوا معي ABC التي تساوي 2/5. أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. إذا نتابع. إذا كيف نتحقق بالآلة الحاسبة؟ إذا عندكم آلة حاسبة يعني علمية، إذا راح من اليسار إلى اليمين، واش راح تضغطوا؟ تضغطوا أولا على أون، ثم على سكوند، على او 2 ان دي، ثم على الزر كوس موانزا يعني ناقص واحد اس ناقص واحد، هذه تعني ان معاكس الدالة كوسينوس، ثم الضغط على 0.4، ثم راح تشوفوا النتيجة بالتقريب 66.42. اذا طبعا بالدرجات، إذا بالتدوير إلى الوحدة، إذا الزاوية ABC هي 66 درجة. الآن بقى لنا التحقق بالمنقلة. لاحظوا معايا كيف راح نحقق بالمنقلة. إذا نجبد منقلة، أضع صفر تاع المنقلة على B، والخط تاع المنقلة هذا على أحد أضلاع الزاوية، لأن الزاوية B، لاحظوا معايا الزاوية B، إذا انتبهوا، إذا الزاوية B أضلعها يعني الضلع بي سي، هذا الضلع تتشكل من بي سي و بي أ. إذا المنقلة تاعي راح أضعها على أحد الأضلاع هذه. لاحظوا معايا، إذا أضع الصفر على بي على رأس الزاوية، ثم واش راح ندير؟ أقرب لكم الصورة. إذا الزاوية تاعي تتكون من الضلع الآخر اللي هو بي سي، إذا بالتقريب لاحظوا معايا راهي 6، هنا 60. أتمنى فقط أن تكون واضحة. لاحظوا معايا، إذا بالتقريب 66. أتمنى فقط، لاحظوا هكذا، يعني التدقيق مهم. إذا أتمنى أن يكون الخط هنا، الخط هذا هو 65، ثم تليها فقط 66. إذا تحققنا بالمنقلة، تحققنا بالآلة الحاسبة. إذا أتمنى فقط أن يكون مفهوم للجميع. فقط ملاحظة، عندي ملاحظة، إذا نفس الشيء للسينوس، نفس الخطوات. إذا ولكن فقط السينوس كي تحبوا تنشئوا زاوية المعطاة بالسينوس، هنا ما يكونش المجاور على الوتر، راح يكون المقابل على الوتر. إذا فقط مثلا، إذا ندو لكم، لاحظوا معايا، عفوا، إذا انتبهوا معايا، عندي ملاحظة. إذا كي يكون عندكم مثلا سينوس من الشكل أو كوسينوس من الشكل 0.8 أو أي عدد بعدد عشوري، إذا واش راح ديروا هنايا؟ نعلم أن السينوس هو المقابل على الوتر، إذا دائما تكتبوا تعريف السينوس يعني المقابل على الوتر، ثم 0.8 راح نكتبها بطريقة أخرى، نكتبها على شكل 8/10،
8 على 10 نختزل، لازم يكون كسر غير قابل للاختزال، وبالتالي نقسم على 2 نقسم على 2 يصبح 4 على 5. وبالتالي واش يصبح المقابل؟ المقابل يساوي 4 والوتر يساوي 5. وبعد ذلك ننشئ، نبداو نفس الخطوات اللي مديته لكم من قبل. اذا في الاخير اتمنى ان يكون الدرس هذا عن كيفية انشاء زاوية بمعرفة احدى نسبها المثلثية مفهوم للجميع. اذا ما علي الا ان اقول لكم بالتوفيق للجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى الملتقى ان شاء الله.